يسعد لي مساكم متابعين الكرام في كل زمان ومكان. إذا تبغى تخسر أحد في هذا الزمن سلفه. أتعلمنا ودائما نقولها التعميم لغة الحمقى. ندري أنه في ناس كثير فيهم خير، لسه الدنيا بخير، لسه في ناس توفي، لكن في ناس الآن إذا طلب منك سلفة قبل ما تعطيه تحط يدك على قلبك وتعتبر هذه السلفة اللي بيعطيه إياها، إذا رجعها الخير وأهله، ما رجعها بعتبرها فزعة، صدقة، عطية، أي اللي تبى تسميها. السؤال هنا ليش صارت ظاهرة؟ ليش في أحد قادر يجي يقول لك مثلا أعطيني المبلغ الفلاني وأنا أحتاجه وظروفي صعبة ووضعي مرة صعب وبرجع لك إياه في التاريخ الفلاني، وما يرجع في التاريخ الفلاني، بل يصل مرحلة إنه ما يرجعه نهائي أصلا، بل في ناس سمعت عنهم إنه والله يقول لك مالك شيء. هذه قسوة وجبروت وعدم مخافة الله وعدم معرفة المصير. إذا أنت من الناس اللي عندك قدرة تأخذ من الناس فلوس على أساس إنه دين وبترجع في وقت محدد ولا بترجعه، لو عادي قادر تحط راسك على المخدة تنام، أحب أذكرك إنه في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فيما معنى الحديث إنه الرسول أقدم عشان يصلي على أحد، لكن قبل الصلاة سأل قال هذا الشخص عليه دين؟ فاللي يعرف الميت قالوا نعم عليه دين، فقال الرسول صلوا على ميتكم ومشي، يعني أنا ما حصلي عليه هو عليه دين. الأحداث والمواقف اللي صارت في أيام حياة الرسول لكي يعلمنا فيها شيء، والرسول لا ينطق عن الهوى. موضوع الدين موضوع عظيم، واقعة أيضا صارت في أيام الرسول. جاء شخص للرسول صلى الله عليه وسلم يسأله يقول يا رسول الله، هل الشخص اللي المجاهد والمقاتل في سبيل الله إذا مات هل يغفر ذنبه كامل، كل شيء سواه خلاص إلى جنات الخلد؟ قال له نعم يغفر له كل شيء. قفر رجاله ماشي نادى الرسول قال له إلا الدين. وفيما معنى الحديث كان الرسول يقول إنه الآن أخبرني جبريل بهذا الشيء. شوفوا الشهيد هذا إنسان مات وهو مقاتل ومجاهد في سبيل الله وعنده كرامات كثير، يشفع لسبعين من أهله، وزي ما أنتم عارفين يدفن زي ما هو ويبعث على ما هو، أمور كثير للشهيد والمقاتل في سبيل الله، لكن مع ذلك لا يغفر له الدين. في هذا الوقت لو طلبت من إنسان دين وما أعطاك لا تزعل منه. أولا البيوت أسرار، ما في إنسان يكاد يكون ما في إنسان ما وراء أي هموم، ما وراء التزامات، فاضي غني قاعد على كنز، الكل عنده التزامات. ولو ما أعطاك كمان يمكن يكون قاعد يحافظ على جسر المودة والمحب اللي بينك وما وده يخسرك، خصوصا لو يبان فيك إنه أنت من الناس اللي من فين حيجيب، ما عنده وظيفة اليومين هذه وطالب سلف ممكن 10 ولا 20 ألف، أنا أعطيك بس أنت من فين حترجع لي؟ ما حتقدر. ولو كان الشخص هذا شهم وقدر يوقف معاك، حط في بالك انه يمكن اثر على نفسه، يمكن له التزاماته وظروفه، لكن رأى انه ظروفك اصعب فقال خلينا اوقف انا اموري واعطيه. فلا تسحب، لان سحبتك حتكون أليمة جدا على النفس. ادوا الامانات الى اهلها يا اخي، ما يقهرني الا اللي يسحب عليك قولا وفعلا وعملا. يعني مو بس انه ماخذ فلوسك وما يعطيك اياها، لا مو معطيك اياها وشارد مثلا ما يرد ومقفل ومسافر. يا ابن الحلال مو لصالحك ان انا ما سامحك في الدنيا، ما سامحتك في الدنيا ما اقدر اسامحك في الاخر. يوم القيامة كل واحد يبغى لو ربع حسنة، انا اي حاجة عندي عند الناس ابغاها، هذا كلام يوم القيامة. في الدنيا يعني حاول، اذا انت ما رجعت لي على الاقل بتحاول، الواحد يعني حتى لو اخر الشهر بيجي له مبلغ لو بسيط، من البسيط هذا طلع بسيط البسيط وتعال اعطي الشخص اللي انت متدين منه عشان تحسسه بانه انت بتحاول انك تسدد الدين، مو ساحب بالسنين. معظم كلامي اقصد الناس اللي ما بينهم ورق، يعني اللي عنده ورق خلاص في قضاء ومحكمة يقدر ياخذ لحقه، لكن اللي ما بيننا ورق يعني ما حد يعرف إلا أنا وإنت وربنا سبحانه وتعالى. وحتى اللي ما بينهم ورق القضاء ممكن ينصفك، لأنه في الأخير في حلف وإنت إنسان مسلم، فمو كثير من الناس عندهم الجبروت حق إنه يحلف ويأكل فلوسك بالباطل، وما يضيع حق ورام طالب أكيد، بس من درب المحاكم طويل ومتعب وروحات وجيات وعلى حساب عملك وحياتك صعب. يعني حتى وأنا بروح أطالب بحقي وأنا متأكد عارف أنه أنا حنصف وعاخد حقي، إلا أني بتعب في هذا الحق، مما يخليني أن أنا أترك هذا الحق بينك وبين ربك سبحانه وتعالى. إذا أعطيتني الخير وهلو، ما أعطيتني
يوم القيامة بتعطيني، أنت ما حترتاح في قبرك، ولسه الحساب عند اللي ما يضيع عنده شيء. سلام عليكم.